السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة هنتكلم عن مرض السيلان. مرض السيلان أسبابه، أعراضه، المضاعفات، كيفية العدوى، هل يشفى من نفسه؟ يعني معلومات كتير عن مرض السيلان من خلال أهم الأسئلة التي تدور حوالين هذا المرض. فخلينا نشوف الأسئلة وأجوبتها. بعد ما تشوفوا هذه الأسئلة وتشوفوا أجوبتها وتشوفوا الإجابات عنها، أكيد هتبقى عندكم معلومات قوية جدا عن مرض السيلان، ومش هتحتاجوا تسألوا أي حد. فيلا نبتدي نذكر أهم الأسئلة اللي بتدور حوالين مرض السيلان والإجابة عليها. من واحد اسمه عبد الهادي القحطاني بيقول: ما هو اسم الفحص الذي يكشف السيلان؟ الإجابة إن مرض السيلان عادة ما بنحتاجلوش فحوصات، وبنكتفي بالفحص الإكلينيكي وشكوى المريض في تشخيص المرض، ونقدر ندي بناء على هذا العلاج مظبوط 100%. لكن في الحالات اللي بنضطر فيها للفحص فهناك فحصين: فحص بول شامل وفحص مسحة من اليوريثرا، مسحة من القضيب بالنسبة للرجل، أو مسحة من عند عنق الرحم بالنسبة للمرض. فحص البول فحص شامل عشان يبين هل في صديد او لا، غالبا بيبقى في صديد وبكمية كبيرة، ممكن تكون اكتر من 100 over 100 بير هاي باور فيلد. مسحة القضيب، مسحة القضيب بنعملها ونصبغها حسابها اسمها جرام ستين عشان نبين حاجة اسمها جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي، اللي هي جرثومة الجونوريا بتبان على شكل جرام نيجاتيف ديبلوكوك، وبتبقى موجودة داخل الخلايا، داخل خلايا النيوتروفيل أو خارجها. سؤال من خديجة: السلام عليكم دكتور، كان عندي سيلان بدون رائحة من 4 شهور، رحت طبيب عملت تحاليل طلع عندي ميكروب، شربت دواء تحسنت، رجع تاني مرة اشتريت دواء في الصيدلية وتحسنت من اسبوع رجع تاني. السؤال برضو عن السيلان، ودي حالة متكررة ان الواحد بياخد العلاج ويتحسن ويرجع ياخد العلاج ويرجع المرض عنده تاني، وياخد العلاج ويتحسن ويرجع المرض عنده تاني. وده ليه؟ لان مرض الجونورية، الجرثومة بتاعت الجونورية، الجسم ما بيكونش لها مناعة زي ما مشروح في بعض الفيديوهات، وبالتالي الواحد ممكن يتعدي من جديد مرة واثنين وثلاثة واربعة وهكذا. فعشان كده لازم الانسان بعد ما ياخد المرض ويتحسن لازم يخلي باله كويس قوي قوي. ازاي الواحد ممكن يتعدي مرة واثنين وثلاثة؟ ممكن يتعدي، اهم طريقة او اهم طريقة ممكن الواحد يتعدي بها عدة مرات، ان هو بيروح يكشف وياخد العلاج لنفسه فقط بدون انه ياخد شريك حياته معاه. الشخص اللي شريكه الجنسي لازم ياخد برضو العلاج في نفس الوقت، دي اول حاجة. تاني حاجة، لازم يمتنع عن الممارسة الجنسية لمدة حوالي 6 ايام او 7 ايام، دي تاني حاجة. تالت حاجة، لازم يحسن مستوى صحته عامة ويرفع المناعة بتاعته، وده مشروح في فيديو عندكم اسمه الحل النهائي او العلاج النهائي لمرض السيلان، يا ريت تشوفوه وتراجعوه. تسلم دكتور، والله ده بينه مش سؤال، ده مدح باين. تسلم دكتور، والله ما فهمته من الدكتورة بجد بجد بقدر ما فهمته منك، الله يحفظك يا ست ولا يا سيدي، متشكر قوي. اذا كان راجل يا سيدي متشكر قوي، اذا كان نسيت يا ستي متشكر. هل يمكن لمرض السيلان ان يترك ليشفى من تلقاء نفسه؟ هو ممكن مرض السيلان يخف من نفسه، بس انت هتعرف ازاي؟ الاعراض هتقول الاعراض اختفت. طب ما هو احيانا المرض السيلان ده ممكن اساسا ما يكونش فيه اعراض، دي حاجة. الحاجة التانية ان ممكن تكون عندك الاعراض النهاردة وبعد كام يوم بتختفي الاعراض من غير شفاء، على اساس انها ترجع مرة تانية بعد شوية، بعد كام يوم. يعني إذن في حالات من السيلان الأعراض بتظهر وتختفي، تظهر وتختفي. فأنت لما تختفي قد تظن إن هو شفي تماما، وهو في الحقيقة ما شفيش. يعني ما فيش طريقة ليك إنك تعرف إن المرض شفي تماما، فبالتالي ما تقدرش تعتمد وتترك السيلان لوحده اعتمادا على إن الأعراض اختفت، لأن ممكن الأعراض دي تكون اختفت مؤقتا وترجع تظهر مرة تانية.
السؤال الثاني، كم من الوقت يستغرق مرض السيلان للشفاء؟ قد ايه ياخد من الوقت عشان يشفى، يعني تختفي الاعراض؟ المصاب بمرض السيلان عادة سوف يتحسن الاعراض بعد بضعة او عدة ايام، واحيانا تستمر الى اكتر من اسبوع، اسبوعين او اكتر حتى تختفي. بس اختفاء الاعراض ديت لا يدل على الشفاء الا في حالة واحدة، ان انت تكون واخد العلاج السليم. ماذا يحدث اذا كان لديك مرض السيلان ولم يعالج؟ اللي يحصل طبعا انه هيوصل الى مضاعفات وربما امور خطيرة. هو عادة الاعراض بتبقى بسيطة، او ممكن الاعراض تبقى بسيطة، بس لو وصل الى مضاعفات، ها، وهو ده ممكن يحصل سيان في الرجالة او في الستات، ان السيلان اذا لم يعالج ممكن يصل الى مضاعفات خطيرة، وقد تصل المضاعفات الى درجة العقم في الرجال او في الستات. وفي الستات بقى بالخصوص في مضاعفات اسمها ايه؟ اسمها التهاب الحوض، التهاب بلفيك انفلاماتوري ديزيز، مرض التهاب الحوضي. ده بقى بيبقى مصحوب بألم شديد وحمى ومشكلة كبيرة قوي بالنسبة للستات. فطبعا ما نتركش الامور كده يعني على راحتها، يتحسن لان ممكن نعرض نفسنا للخطر. ده سؤال تاني بيتكرر مع امراض كثيرة، يعني زي هنا، ايهما اسوأ او اخطر، الكلاميديا او سيلان؟ وبرضو ناس تسأل ايهما اخطر، الكبد الوبائي بي او الكبد الوبائي سي؟ الاجابة ان مفيش حاجة اسمها ايهما اخطر. اي مرض ممكن يكون خفيف وممكن يكون بسيط بغض النظر عن المسبب ليه. وده ليه؟ لانه بيتوقف بدرجة كبيرة على الشخص المصاب وعلى قدرته على مقاومة المرض وعلى مناعته. فاذا حبينا نقول ايهما اسوأ، الكلاميديا او سيلان، والله الاثنين ممكن يسببوا اعراض خفيفة وممكن يسببوا مضاعفات خطيرة قد تصل الى العقم. ولكن بصورة عامة السيلان اكثر من الكلاميديا في انه يسبب مضاعفات قد تصل الى العقم. فبكده يعني المقارنة البحتة نقول ان السيلان اسوأ من الكلاميديا. ولو ان الامراض جميعا سيئة، ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا منها. السؤال بقى ده عن طرق العدوى. هل يمكن أن تصاب بمرض السيلان من مقعد المرحاض؟ ده سؤال عن طرق العدوى والطرق التي لا تؤدي إلى العدوى. السيلان من الأمراض المنقولة جنسيا، والذي لا ينقل إلا بواسطة الممارسة الجنسية بأي شكل من أشكالها. واخدين بالكو؟ يعني أي نوع من الجنس، يعني الجنس الفموي، الجنس المهبلي، الجنس الشاذ اللي هو الشرجي، كل دول ينقله. لازم استخدام أعضاء جنسية عشان ينتقل السيلان. ولكن بعض الدراسات قالت ممكن أيضا ينتقل من الفم عن طريق التقبيل، بس بشروط القبلات. شروط أن تكون القبلة فرنسية، القبلة الفرنساوي اللي هي عنيفة، والبق الفم المفتوح، ويكون يعني في ايه، في عنف شوية في التقبيل. ده الطريقة اللي، وكلام مش مؤكد طبعا، دي مجرد دراسات ولكنها لم تؤكد علميا بهذا بحيث تصبح حقيقة علمية. فبالتالي بخلاف بقى الاتصال الجنسي، طبعا وغير الاتصال الجنسي فيه من الام الحامل الى طفلها اثناء الولادة او اثناء الرضاعة، غير كده لا ينتشر السيلان باي طريقة اخرى. فلا ينتقل لا عن طريق مشاركة الطعام ولا المشروبات ولا التقبيل العادي ولا العناق ولا السلام باليدين ولا الاحضان ولا حتى الكحة والعطس. يعني لو واحد مصاب بالسيلان عطس في وشك ولا كح، مش هتصاب بالسيلان، مش كوفيد هو ولا انفلونزا، اخدين بالكو؟ ولا ينقل بالجلوس على مقاعد جلس عليها واحد قبل كده مصاب، ولا المراحيض ولا المناشف ولا أدوات الأكل ولا جميع هذه الوسائل اللي بتتم
من اتصالات عادية أثناء حياتنا اليومية، إنما هو حصرا بينتقل عن طريق الممارسة الجنسية. السؤال الثاني عن العلاج وإمتى الواحد يشفى من المرض. كم من الوقت يستغرق شفاء السيلان بعد الحقنة؟ الحقنة اللي هو المقصود بها حقنة السيفتريكزون، اللي هي تعتبر الشيء الوحيد الفعال في الوقت الحالي، وخاصة إذا أضيف معها حبوب الأزيثروميسين أو حبوب الدوكسيسايكلين. فإمتى الواحد بتحس؟ أنا بصراحة اللي بيجيني بقول له علامة إن العلاج فعال إن أنت بكرة النهاردة عندك سيلان، بكرة ما تصحى من النوم هتلاقي مفيش أي إفرازات بتنزل منك. وده بيتحقق في أكتر من 98% من الحالات، إنه فعلا تاني يوم بيختفي الإفرازات. لكن طبعا في شروط أخرى بقولها للمريض، وهي إن هو لازم يمتنع عن ممارسة الجنس لمدة حوالي أسبوع، لأن العلاج أو الحقنة بتحتاج بعض الوقت إنها تشتغل. مش بمجرد الواحد خد الحقنة بيخف تماما، الأعراض بتختفي لكن مازال الجرثومة بتبقى موجودة وما لم تختفي من الجسم. فعشان كده يمتنع عن الممارسة الجنسية لمدة أسبوع، ولازم الزوجة أنها أيضا تاخد نفس العلاج أو تاخد العلاج معاه، عشان ما تبقاش في دورة من انتقال العدوى ما بينهم هما الاثنين. وفي حاجات تانية، شروط أخرى تانية بشترطها على المريض ولازم يسمع الكلام فيها. لو عايزين تعرفوها تبقوا تشوفوا الفيديوهات بتاعت علاج السيلان، موجودة هنا في القناة. بالمناسبة أفكركم اللي مش مشترك في القناة يشترك عشان تجيله الاختيارات أول بأول، ولو سمحتوا تعملوا لايك وتشاركوا هذا الفيديو مع أصحابكم وأصدقائكم بعمل شير.